وقف وقف. انزلي انزلي. ميرنا خلصونا. خليل اوهو منيح اللي اجيت. ليش بحسن اتركك؟ ما عم أحلم. هذا أنت. كنت خايف ما أشوفك مرة تانية. خليل ميرنا، وجودك هون خطر عليكي. شفت زاهر. شو؟ إيه، ومصطفى كمان كان معه. خلينا نمشي وبحكي لك على الطريق. يلا يلا. لوين اخذنا؟ خلينا نوصل للشط. ولا بدك يانا نرجع من هون؟ روحتنا لهونيك بلا طعمه. معناتها خلينا نرجع. لما تركتك لجيب الشنطه شفتهم بالمحل، ومن هديك الساعه وانا عم بركض. الشنطه؟ شو؟ شنطتي ضلت على كرسي الباص، مصاريي وذهباتي فيها. ميرنا ميرنا، خلينا ناخذ تاكسي. مصيبة. اطلعي. محرم. رد. الو، وينك انت؟ فركتها؟ شو يا زلمة؟ لا لا، لحنا فطرنا مو جوعانين. طيب ماشي، منجي اكيد. طيب وين؟ ها ماشي، منشوفك. شاو، عازمنا على الغدا. لانه جايين نقضي عزايم نحنا. شبك رح يدبر لنا سلاح ولا نسي؟ مشينا. هوقف تاكسي. ماشي. مو مبينة، ما في شي، راحت. يمكن انسرقت، كتار اللي نزلوا اكيد واحد منهم اخذها. شو بتساوي هلا؟ كل اغراضي بقلبها. فيها مصاري؟ مو محرزين. يلا ميرا، ما فينا نساوي شيء. منيح يلي ما ضاع جواز السفر. تعينا معي. ميرنا بيكفي. شو بنا؟ شو بدي ساوي؟ ما ضل معي ولا قرش خليل، والشرطة ما فيني روح. ميرنا حبيبتي طلعي فيني. ها؟ نحن مو بحاجة مصاري. ما فكرتي شو نلتقينا هون؟ هاي مو صدفة، هاد قدرنا. قدرنا جمعنا. فرحي وصدقيني يا ميرنا، رح خليكي أسعد وحدة بالدنيا. مصدقة؟ مين بدي صدق؟ خليل طولو ولا ميرتي يلمز؟ اضطريت افتح الشنطة تبعك، دورت على شي عنك
ولقيته. رح فهمك كل شي صار. مو حقيقي افهم. قلي ليش خبيت الموضوع؟ إذا كان بدك ياني أوثق فيك احكي لي كل شي. قلي شو اسمك؟ خليل طولو، هاد اسمي. انولدت بالبوسنة، شغل بابا كان هنيك، وبعد ما مات أبي ضليت مع أمي بالبوسنة، وبعد فترة تزوجت أمي مدحت شريك أبي ورجعنا اسطنبول. اللي بيضحك إنه بابا كان بيتمنى يرجع ويعيش باسطنبول. مدحت استلم كل شركات أبي وقرر هو وأمي يدرسوني برات البلد. كنت إجي على اسطنبول بالعطل، وقبل 7 سنين صار معنا حادث أنا وأمي وماتت أمي. حسيت حالي فقدت كل شي وقتها. وبعدها ما كنت عارفان شو بدي أعمل. يلي كانوا بدهم يستولوا على شركات أبي حاولوا يقتلوني، بس عمو أحمد محامي أبي وقف معي وأعطاني جوازات سفر مزورة. خليل صفا، ميرت يلمز، هربت وضليت هربان. وسمعت إنه الشركات سكرت بس ما عرفت ليش. وتغير كل شي بعد ما شفتك. انولدت وعشت مرة تانية. ما فيني صدق الحكي اللي قلته. بلكي عم تكذب. ميرنا، أنا ما كذبت عليكي ولا بحرف. كنت صادق معك بكل كلمة قلتها. لكن ليش خبيت عني بالأول؟ ميرنا، ثقي في، ممكن راح أساعدك وتشوفي. ضحك علينا. تضرب شو نصاب؟ هالطريق مختصر وفتل فينا نص البلد. أف شو هاد؟ شفت شلون كل الشوارع معباية ناس؟ والله ما بظن نلاقيها بسنة. ليش؟ هيك كأنه عم ندور على قبرة بكومة قش. شلون بدنا نلاقيها بهالزحمة؟ ألو؟ آه خلص خلص، شفته شفته. شو رح نساوي؟ منضل هون؟ ما بعرف. أوه. وين نزلتي؟ بأوتيل أوغلوييني. منشوف غير هالأوتيل. أخوكي نازل بأوتيل جنبك ونحن ما بدنا مشاكل وما بدنا بالصدفة يلاقيكي. بس أنا دافعت لهم أجرة 5 أيام وما معنا مصاري. خليني ضل هالليلة بس. ماشي. تذكرت موعد عمو أحمد، رح أخذ منه مصاري. يلا يلا. ك
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.